وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ثروت فوزي راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة. يعني دكتور، في البداية نتوقف عما قاله الحضور في افتتاح المعرض في دورته السادسة بأنه أصبح منصة عالمية لرواد صناعة البترول من مختلف دول العالم بتمثيل من كبرى شركات الطاقة والبترول، وأيضا حضور رفيع المستوى على مستوى هذا القطاع. تمام يا فندم. طبعا يعتبر دلوقتي يعتبر مؤتمر ايبكس ده يعتبر من الاحداث العالميه الكبرى زي ايديبك في ابو ظبي واي بي تي سي في قطر وخلافه من هذه الاشياء. تمام. طبعا دلوقتي بقى له الحمد لله ميعاد ثابت، هو عباره عن فبراير في كل سنه. تمام. وده طبعا له اهداف كثيره جدا، ان اول حاجه بنكون بعمليه جذب الاستثمارات العالميه، وطبعا زي ما حضرتك اشرت فيه الكلام ان في اكثر من 32000 هم اكثر من 32000 زائر في هذا المؤتمر على مستوى العالم، في اكثر من وزراء العالم جميعا كلهم يحضروا في هذا الافتتاح، بحيث انهم يكون بعمليه التواصل الاستثماري ما بين البلاد. ايه اللي بيحصل بعد كده يا فندم؟ بيحصل ان شاء الله بكره لمده 3 ايام على مدى ان احنا بيبقى فيه محاضرات علميه وورقات بحثيه يتم عمليه العرض ليها من قبل الخبراء على مستوى العالم، لان انا اوريدي في تكنيكال كوميتي في هذا المؤتمر، وليها برضه ان شاء الله هعرض حاجات سبيكر في هذا الكلام. فعارف ايه اللي بيتم بالظبط؟ احنا بنحضر له المؤتمر ده اكثر من 6 شهور، وبنعمل اجتماعات دوريه عشان نختار ايه الورقات البحثيه، عشان نشوف ايه التكنولوجي اللي ممكن يساعد مصر، والتكنولوجي اللي في مصر ممكن يساعد العالم، بحيث ان احنا نزود الانتاج على مستوى العالم، نشوف المشاكل العالميه في عمليه الانتاج والحفر، بحيث ان احنا نكون بعمليه الايه المساعده في عمليه الديفلوبمنت. فطبعا في شركات كثيره جدا هتيجي عشان في هذا المؤتمر. احنا طبعا احنا الحمد لله الهدف كله ان احنا نكون بجذب استثمارات، ودخل في مصر مستثمرين كبار جدا زي اكسل موبيل وشيفرون وخلافه. حصل في اكتشافات كبيره جدا كبيره زي نرجس وان اللي حصل مؤخرا نتيجه شركه شيفرون اللي هي اول مره تدخل مصر. فالهدف كله ان انا عمليه تواصل وعمليه زياده الاستثمار بجانب توفير الطاقه العالميه. وهتلاقي المؤتمر ان شاء الله له اهداف اخرى في موضوع الهيدروجين الاخضر والطاقه المتجدده النظيفه في هذا المؤتمر. ما هو هذا هو يعني من عنوان المؤتمر هذا العام في دورته السادسه، يبدو اننا نتجه الى استكمال المجهودات التي تمت في كوب 27 فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. هل ترى أن هذا المؤتمر هو استكمال لهذه الجهود؟ تمام. طبعا من ضمن أهداف المؤتمر زي ما قلت لحضرتك إن هو لازم هيكون بعملية النشر في عمليه الهيدروجين الاخضر وموضوع الطاقه المتجدده النظيفه. طبعا العالم كله يعلم ان طبعا الوقود الاحفوري سيصدر في يوم من الايام، سواء كان غاز سواء كان بترول وخلافه، بجانب طبعا لازم يكون في تنوع طاقه عالمي. وطبعا عندنا درجه الاحتباس الحراري اللي هي ارقت العالم كله، وحصل فيها موضوع اجتماعات دوريه زي كوب 27 وبعد كده ان شاء الله في الامارات السنه الجايه. فده طبعا كله بيؤدي الى عمليه لازم الدوله او الدول كلها تتجه الى موضوع الهيدروجين الاخضر والطاقه النظيفه، سواء كانت مثلا بقى في الكهرباء عن طريق الطاقه النوويه او عن طريق الكهربائيه او عن طريق الطاقه الشمسيه. فده الهدف كله. وده طبعا المؤتمر هيستريس وهيبقى فيه جلسات على هذا الكلام تتعلق بموضوع تنوع الطاقه وتامين الطاقه الغير الاحفوريه اللي هي متمثله في البنزين والغاز والسولار. احنا طبعا عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي في الغاز، وعندنا كميه كبيره في حدود البحر المتوسط اكثر من 200 تريليون كده مكعب من الغاز، ولكن لازم على الدوله انها تكون بعمليه تنوع الطاقه. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا عندنا ناخد 60% من الغاز نوديه الكهرباء، لا احنا عايزين نحط 30% نوديه الغاز للكهرباء، والاخر نعمل له عمليه القيمه المضافه في الكميات وخلافه. فعشان نعوض هذا النقص لازم نتجه للطاقه المتجدده اللي هي تتمثل في الهيدروجين الاخضر. وطبعا عرفنا في كوب 27 كان الرئيس فتح افتتاحيه تجريبيه لبعض الاشياء اللي احنا هنكون هدفنا كله بتوطين هذه الصناعه في مصر، وعملنا اكثر من 7 اتفاقيات بتروليه في هذا القطاع مع شركه اني وخلافه. فده الهدف كله من المؤتمر ده، بجانب طبعا توفير الطاقه العالميه لاوروبا وخلافه. صحيح. طيب فيما يتعلق بتصدير الطاقه الى اوروبا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اولى الجلسات التي عقدت في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولية للبترول ايجيبت 2023 أشار إلى ما قام به منتدى غاز شرق البحر المتوسط من اكتشافات، وأنها تخفف أزمة الطاقة على القارة الأوروبية. يعني هل من تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالدور الذي يقوم به هذا المنتدى، وما أشار إليه وزير البترول أيضا في كلمته الافتتاحية بأن هذا المنتدى يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الهام؟
تمام. فطبعا منتدى شرق المتوسط يعتبر من الانجازات اللي تمت للدوله، لان طبعا المنتدى يعتبر فيه اكثر من 7 دول، وطبعا مصر هي القياده العليا فيه، وقام به عمليه المقر الرئيسي له في القاهره، والامين العام مصري في هذا الموضوع. هدف كله ان هو عمليه تامين الطاقه والتوسيم ووجود سعر مناسب للدول التي لا يوجد بها بترول. مثلا عندنا مثلا الاردن، الاردن هي عضو في هذا المؤتمر، عضو في هذا المنتدى، وليس لها اي نوع من انواع الانتاجيه. فالهدف كله انها تكون بعمليه توطين الطاقه وتوفير الطاقه للدول الاوروبيه والدول المجاوره كالاردن او لبنان او اوروبا. احنا طبعا الحمد لله بنكون بعمليه تصدير شحنات دوريه اكثر من 500 شحنه الى اوروبا في هذا القطاع. طبعا اوروبا كان عندها شتاء قارس وكان عندها مشاكل كثيره في الطاقه، وما زال هذه الموضوع بعد موضوع وضع سقف للبترول لل 60 دولار للسعر الروسي. فيجب عليهم ان يكونوا بعمليه الحصول على بدائل اخرى. كان هدفهم كله هو موضوع نورث افريقيا او شمال افريقيا اللي بتمثل في مصر والجزائر. احنا طبعا الجزائر برضه تعتبر من الاولى على مستوى افريقيا في انتاج الغاز، فتكون برضه بعمليه تصدير بجانب مصر طبعا الى دول الاتحاد الاوروبي في موضوع الغاز. فطبعا هدف المنتدى شرق المتوسط كله ان يكون بعمليه تامين الطاقه وعمليه تفعيل التسعير والمحافظه على السعر العالمي للغاز للدول الاخرى. تمام. وعمليه طبعا عشان كده حضرتك بتشوف في بلاد كتير بتهدف العمليه انها تكون بالانضمام لهذا المنتدى. تمام. وفي عندنا طبعا كامريكا كمراقب وخلافه. فطبعا ده مهم جدا، وده يعتبر من السبق البترولي اللي تم في مصر بجانب الاكتشافات الكبيره جدا هو موضوع منتدى شرق المتوسط. طيب يعني أرجو أن تشرح لنا إلى أي مدى مؤتمر مصر للبترول في دورته السادسة، وهذا الحضور والزخم العالمي في الحضور في هذا المؤتمر والمعرض يمثل نقطة في إطار خطة مصر لأن تكون وتصبح مصدر مركز إقليمي للطاقة. تمام. احنا مصر طبعا بالفعل الحمد لله بقت مركز اقليمي للطاقه، لان عندها مقومات كبيره جدا. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا عندنا انتاج ضخم، احنا انتاجنا من الغاز نوصل ل 7.6 مليار قدم مكعب من الغاز، عندنا احتياط رهيب، عندنا انتاج ضخم في جميع نواحي مصر، سواء كان في شرق البحر المتوسط او غرب البحر المتوسط اللي هو لم يكتشف بعد، او في البحر الاحمر، او في الصحراء الغربيه، او في الصحراء الشرقيه. فكل هذا طبعا فيها ثروات كبيره جدا في موضوع النفط الغاز او البترول، كنفط غاز او بترول. فده طبعا بجانب طبعا المواني، بجانب طبعا محطتي الاسالة الموجودين في القطبيات اللي هم مش موجودين في اي دوله من دول الحوض. فده كله طبعا ده هدفه، ده بيقوي مصر انها تكون مركز اقليمي للطاقه. وجود منتدى شرق المتوسط، وجود هذه المؤتمرات بيكون بعمليه جذب المستثمر، بيكون بعمليه الاجتماعات الخلفيه وموضوع المحاضرات وموضوع الندوات اللي هتتم في هذا المؤتمر كثيره جدا. ده هيوطد العلاقات السياسيه ما بين الدول العربيه وبين الدول الاوروبيه، وبالتالي هيدعم في عمليه السياسه وعمليه تصدير الغاز وتصدير النفط من الدول الاخرى للاتحاد الاوروبي. فهذا طبعا له هدف كبير جدا، ان هو هيدعم ان مصر تكون مركز اقليمي للطاقه. ومش كده كمان، احنا بنهدف ان احنا نكون نستوطن الطاقه النظيفه في مصر، الهيدروجين الاخضر وخلافه، وبالتالي نكون بتصدير برضه الهيدروجين الاخضر. سياتي يوما قريبا من الايام ان احنا هنكون عندنا محطات تفريغ سيارات بالهيدروجين الاخضر كسائل وقودي. تمام. وده طبعا شيء كويس جدا، لانه طبعا ده هيعمل عمليه توفير لعمليه الوقود الاحفوري اللي بتمثل فيه الغاز والبترول، وفي نفس الوقت برضه هيحد من عمليه ويحجم موضوع عمليه الاحتباس الحراري اللي العالم كله بيعاني منها. صحيح. اشكرك جزيل الشكر الدكتور ثروت فوزي راغب، استاذ هندسه البترول والطاقه.